عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير عليكم، صباح سعادة وانتعاشة. النهاردة جايبه لكم فكرة 6 مشاريع ممكن تعملوهم من البيت، مشاريع انتاجية مربحة وفي نفس الوقت استثمار للوقت في الوقت اللي احنا قاعدين فيه في البيت ده في رمضان، وفي نفس الوقت ممكن تكون بداية لمشاريع كبيرة جدا ممكن تنجحوا فيها. من فترة كلمني 2 طلبة كانوا طلبة عندي وقالوا لي يا دكتور احنا سيبنا الشغل في الغردقة وسيبنا الفندق وجينا، وكانت مشكلتهم ان هم هيشتغلوا في ايه. كنا احنا على بداية رمضان، فانا قلت لهم احسن حاجة يا جماعة التجارة الموسمية، اللي هي انتوا دلوقتي تستغلوا فرصة ان الناس كلها متجهة انها تعمل شنط رمضان، وتعملوا انتوا شنط رمضان وتتفقوا مع كذا جهة توردوا لهم شنط رمضان، وتسألوا اماكن الجملة القريبة منكم فين وتجيبوا منها الحاجة، وتبدأوا انتوا تجمعوا اكياس وشنط رمضان. منه عمل خير في الايام المفترجة بتاعت رمضان دي، وفي نفس الوقت تكسبوا منه. قالوا لي تمام. بدأوا هم يعملوا فكرة المشروع، راحوا جابوا الحاجة، قالوا لي احنا وصلنا لان احنا هنكسب في الشنطة 10 جنيه، من كل حاجة جنيه جنيه ونص كده، على الايه، على الكمية يعني. المهم قلت لهم ربنا يوفقكم. خلصهم الفترة اللي فاتت، لسه مكلميني اول امبارح قالوا لي الحمد لله احنا نجحنا في المشروع ده. قلت لهم التجارة الموسمية دي يا جماعة اكتر حاجة مربحة، وكمان الفترة اللي احنا فيها دي المشاريع الانتاجية مهمة جدا لكل الناس اللي قاعدة في البيت بتستثمر وقتها. طيب هما الفترة اللي خلاص الشنط هتبدأ تقف من اول 10 رمضان، ما عادش حد هيوزع شنط رمضان من اول النص التاني من رمضان، الناس بتبدأ تتجه للكحك والبسكوت واللبس العيد، ونبدأ نتجه للحاجات التانية. طيب ايه هما ال6 مشاريع اللي انتم ممكن تستثمروا فيهم وقتكم وتكسبوا منهم مكاسب ربح قليلة، ولكن مع الكم اللي انتم هتوزعوه هتوفر لكم نسبة ربح كبيرة، وهتستثمروا وقتكم كمان في البيت. اول مشروع معانا مشروع الزبادي. مشروع الزبادي ده انت بتروح لمعمل الالبان تاخد منه كمية اللبن، وتبدأ انت تعمل الزبادي في الاواني الفخارية يا جماعة، لان الناس كتير قوي بتحب الزبادي في الاواني الفخارية، وتبدأ تعملها في البيت عندك، وتتفق مع معمل الالبان تاني او اي ماركت قريب منك او اي سوبر ماركت قريب منك ان انت هتبيع الزبادي دي، او بتعمل اعلان على الفيسبوك، او بتعمل جروب على الواتساب ان انت كل يوم بتورد مثلا 20 30 طاجن زبادي، وبتبدأ تحسب سعر كيلو اللبن وطاجن الفخار تقريبا ب 75 قرش او بجنيه، بتبدأ تحسب الاتنين وبتبدأ تحط نسبة الربح اللي انت عايزها، وبتبدأ توزع الزبادي دي، وطبعا عليها اقبال رهيب جدا في رمضان. عايزه اقول لكم ان الدانون والحاجات دي ب 3 و 3 ونص، انت لو بعت الطاجن الفخار كمان ب 4 جنيه وب 5 جنيه الناس هتاخده، لانه بيبقى حاجه بيتي نظيفه، وكمان لما بيتعمل في الطاجن الفخار بيبقى طعمه جميل جدا وحلو، وناس كلها بتميل للحاجات دي. تاني مشروع عندنا بعد مشروع الزبادي مشروع طهي الوجبات الرمضانية. يعني ايه؟ كل الناس النهاردة بتعمل وجبات رمضان، ما عادش في موائد رمضان، فانت ممكن جدا انت لو انت دارس سياحة وفنادق وعندك فن الطهي وعندك خبرة جدا عن الطهي، او معاك زوجتك تقدروا جدا تستثمروا ده في ان انتم تعملوا وجبات في البيت، وتجيبوا الاطباق الفوم وتحطوا فيها الوجبات بتاعتكم، وتتفقوا برضو مع نفس الجهات اللي انا قلت للولاد عليها، مبرات جنب منكم، جمعيات خيرية. يا جماعة مع اي جهة خيرية او اي مستشفى او اي عايزة وجبات للعمالة بتاعتها، بتتفقوا مع بعض. الهايبرات الكبيرة ساعات بتوفر وجبات، بتتفق مثلا مع عيلتك لو هي حد عايز يبعت وجبة، حد عايز يعمل عقيقة، حد عايز يبعت للبوابين الموجودين في منطقته ربنا كرمه، بتبدأوا تتفقوا مع الناس دي برضو، وبتعملوا نفس الفكرة، بتعملوا الصفحة على الفيسبوك أو جروب للمنطقة اللي انت فيها. لو انتوا من أماكن شعبية يبقى يا بختكم وحظكم، لأن الأماكن الشعبية الحاجة فيها بيبقى سهل جدا، الناس عارفة بعضها، بيبقى سهل جدا البيع في المناطق دي. كمان أكتر مشروع يا جماعة ناجح جدا اليومين دول وتلاقوا الناس عليه كده كل الاماكن، مشروع العصاير. مشروع العصاير ده من الحاجات اللي بتكسب ذهب فعلا. انت بتروح تجيب شكارة العصير بالجملة من الهايبر، او بتجيبها من تاجر الحلويات اللي هو بيبيع الحاجات بالجملة، وعندك المية في البيت، وبتجيب اواني نظيفة، وبتبدأ تعمل العصير ده، والاكياس اللي هي التلاجة بتعبي
مقدار اللتر في الكيس، وبتربطه وبتنزل قبل اذان المغرب بساعة على السوبر ماركت اللي جنبك، على اقربك اللي هم ممكن يشتروا منك. السنة اللي فاتت انا كنت بشتري من مكان كانوا بيعملوا عصاير في ازاز بلاستيك كده، وكانت الازازة ب 15 جنيه، كان طعمها حلو جدا. يعني بصوا، انا وغيري هنجرب المنتج اللي انت هتعمله. المستهلك المصري هو اكتر واحد بيجرب منتجات، فما تخافش وجرب وحاول، والمشاريع دي هتبقى مربحة جدا معاك. يبقى مشروع العصاير من المشاريع الرهيبة جدا ومربحة جدا في رمضان. وكمان مشروع الحلويات، انا جنبي هنا حد سوري مأجرين شقة، وهي ست بيت عادية جدا، بتعمل صواني البسبوسة وبلح الشام والقطايف، وبتعبيهم في اطباق فبر وبتشد عليهم الاسترتش، وبتنزل على بعض الاماكن اللي حوالين مننا كده تباع لهم الطبق تقريبا ب 8 جنيه وب 9 جنيه وفيه ب 7 جنيه. انا شخصيا جربت حاجتها وحاجتها جميلة جدا. وعايزة اقول لكم على حاجة كمان برضو بالمناسبة، في الرحاب حد كانت بقالها اكتر من 35 سنة في السعودية، ولما نزلت مصر هي كانت شغالة في الطهي في السعودية. لما نزلت مصر عملت هنا حاجة جميلة جدا، عملت مشروع الكبسة ومشروع الفراخ المنجي وشوي الخرفان والماعز. ده مشروع رهيب جدا، وانا جربت اكلها اكتر من كام مرة، وهعمل لكم معاها حلقة وهوريكم ازاي هي بتعمل طهي وازاي هي بتستثمر من وقتها في البيت. يبقى وصلنا كده لمشروع الطهي ناجح، وصلنا لمشروع الحلويات، ووصلنا لمشروع الزبادي، وكمان في مشروع العطارة. ايه هي العطارة؟ العطارة دي انت بتجيب التوابل من مكان بالجملة، وبتبدأ تعملهم اكياس صغيرة، ممكن مثلا الكيس ب 3 جنيه ب 5 جنيه على حسب المنطقة اللي انت موجود فيها. يعني لو انت في منطقة شعبية والمستهلك بتاعك شغال بيسحب اليوم بيومه، بتعبي بقى كمون، فلفل اسمر، مثلا 7 بهارات، الزعتر، بتعبيهم في اكياس وبتسعرهم ب 3 جنيه وب 5 جنيه. طبعا انت بتكون شاري من العطار بالجملة بسعر بسيط او بسعر فيه نسبة ربح ليك كويسة جدا، مع بيع الكم والتجزئة دي بتكسب ما لا يقل في اليوم مثلا نقول عن 30 40 جنيه على حسب كمية التسويق اللي انت هتسوقها. كمان مشروع الملابس اونلاين، من اول يوم 15 رمضان او من اول يوم 10 رمضان كل الناس هتبدأ تتجه انها تشتري اي حاجة تفرح نفسها بيها، لبس لاولادها، لبس ليهم، لبس بيت، لبس خروج. الناس هتبدأ من اول فترة اللي جاية دي تتجه لللبس اونلاين. انت هتعمل ايه؟ انت هتخش على ماسنجر، تتواصل مع المصانع، المصانع بتبعت لك صور الملابس اللي المفروض ان هم بيصنعوها، وبيقولوا لك احنا هنديها لك جملة بسعر كذا، وانت بتحط نسبة ربح ليك 10 جنيه 20 جنيه 30 جنيه على حسب نوع المنتج والماتيريال اللي معاك. بتبدأ ان انت تعمل صفحة وتضيف الناس، او تسوق وتشير وتعمل اعلان ممول وتحط رقم تليفونك او رقم تليفونك، وتبدأ الناس تتصل عليكي وتقولك ابعت لنا المنتج ده. بتشوف حد معاه مثلا موتوسيكل ويبدأ ان هو يوزع لك المنتجات على البيوت، زي الاكل، زي العطارة، زي العصاير. ممكن تشوف واحد صاحبك فاضي مش بيعمل حاجة، تبدأ تشوف في الاريا القريبة منك ان هو يسوق لك، وان هو يوزع الحاجات اللي انت عملتها على حسب اتفاقك مع الجست اللي طالب منك المنتج. انت هتوصله ولا هو انت هتنزل تسوقه بنفسك او هتعرضه في ماركت؟ كمان عايزه اقول لكم على حاجه دافع ليكم، في حد في القاهره، في حد يا جماعه حلواني مشهور جدا في القاهره، له تقريبا 16 فرع هنا في مصر. انا خلاص الكرو اتفق معاه ان احنا هنسجل ان شاء الله عنده حلقة، وهيحكي لنا قصة نجاحه. بدأ قصة نجاحه بصينية بسبوسة. تخيلوا انتوا مشروع من 30 40 سنة بدأ بصينية بسبوسة، ما كانش عنده الإمكانيات الموجودة عندنا دلوقتي، ولا البيع أونلاين ولا النت علشان نسوق منتجاتنا. وبدأ من خلال صينية البسبوسة دي يكبر ويكبر ويتعلم، وبدأ يبقى حلواني كبير ومعروف، وبدأ بقى له أكتر من فرع، ومنتجاته كمان بتنزل تتسوق في الهايبرات الكبيرة.
فمفيش حاجة صعبة، مفيش حاجة مستحيلة. حاول وابدأ، حاولي وابدأي واستثمري وقتك. الوقت معانا كافي جدا، معانا اليوم طويل، ممكن نعمل فيه حاجات كتير جدا. ال6 مشاريع اللي انا قلت لكم عليهم دول مهمين جدا ان انتوا تبدأوا في اي مشروع فيهم وتستثمروا وقتكم وتبدأوا ريادة اعمال جديدة بطريقة مختلفة. حتى لو في البيت ابدأ استثمر الوقت ده وابدأ حقق هدفك وابدأ حاول توصل لحلمك ان انت تكون مستثمر صغير، وبعد كده المستثمر الصغير ده هيكبر وكلنا هنشتري منه. اوعى تقول ان محدش هيجرب المنتج، ما افتكرش كده خالص. الاريا اللي انت فيها ممكن يكون فيها مثلا ناس مسافرة فمحتاجة عصاير يا دوب تاخدها وتفطر عليها في اي وسيلة مواصلة، ممكن تكون ست كبيرة مش بتقدر انها تخش وتعمل حلويات، فممكن جدا ولادها يجيبوا لها من الاطباق الجاهزة دي يوم بيوم من الماركتات القريبة منك ويدوهم لوالدتهم. ممكن يكون شاب عازب ما معهوش حد فممكن يطلب منك وجبات وانت تبدأ تطيها له. ملابس، كل الناس الفترة اللي جاية هتفرح نفسها بفكرة الملابس. العطارة، مفيش حد ما بيشتريش عطارة، كل البيوت بتشتري وبتجرب المنتجات. حاول توسع دايرة معارفك شوية، حاول تكون عندك ثقة عالية جدا بنفسك ان انت هتنجح، وانت ان شاء الله هتنجحوا وان شاء الله موفقين بفضل الله وبإذن الله. ان شاء الله الفيديو يكون مفيد ليكم وتعم عليكم الفائدة، وان شاء الله كلكم تبقوا مستثمرين ناجحين، ودايما مع قناة انتي ناجحة. ان شاء الله كلكم ناجحين بإذن الله بالتوفيق.